بفقرة أجندة لليوم اخترنا لكم القديسة مونيكا والدة القديس أغسطينوس. خلينا أخبركم عنها، هي يلي ولدت سنة 332 بقرية تاغاستا الموجودة حاليا بسوق أهراس بالجزائر، وتربت تربية مسيحية أصيلة. كانت بطفولتها تترك أصحابها وتروح تتخبى وراء الشجرة حتى تركع وتصلي بالوقت اللي هن عم يلعبوا، تخيلوا. وكانت كتير حلوة وعندها عزة نفس وذكية كتير وحنونة كتير. تزوجت خارج عن إرادتها، زوجوها أهلها من رجل وثني كان عنده منصب كبير اسمه باتروشيوس، وكان عنيف جدا شرس. كانت أمه سئيل إذا فينا نقلكم حماتها، وحتى كان عندها خدامة يعني تقلبهم ضدها، ولكن هي عرفت أنه الرب يسوع حملها الصليب، ما تذمرت وقررت أنها تصبر قد ما بتقدر. هالشي خلى حماتها تتغير معه وتدافع عنها قدام زوجها وحتى قدام الخدام. كانت تتحمل غضب زوجها بصبر وبصمت، هيدا الشيء كتير صعب واحد يعمله قدام شخص غضوب، وكانت تنطر لما يروق حتى تخبره قديش كان عم بيوجعها هالغضب يلي كان عم بيتسبب فيه. ورزقت منه بثلاث أولاد، كان الأكبر القديس أغسطينوس. تميزت بإيمانها بالصبر بالصلاة وبالدموع، وقررت تخلص نفس زوجها. ظلت تلح على الرب بالصلاة، حتى بالفعل آمن بالمسيح قبل ما يموت بفترة قصيرة. وكانت كل يوم تروح على الكنيسة تزور المرضى، تعزي الحزانة وتشدد النساء يلي عندهم أزواج عنيفين حتى يكونوا صبورين بزواجهم. وكان أغسطينوس عم يكبر وعم يتعلم، وكان مثقف جدا وشاطر جدا، فقرر بيو يبعته على قرطاجة حتى يدرس. ولكن تيأمن له كلفة الدراسة اضطر يقعد سنة كاملة بالبيت عبال ما تأمن المبلغ، وهالسنة دمرت له حياته لأنه خالط أصدقاء السوء وكان كسول وعاش بالبطالة، وصار لدرجة يسرق النجاس من حديقة الجيران بالوقت اللي حديقته مليانة بنجاس بس هيك حتى يستمتع ويزدهم للخنازير. هالقد كان مأذي. ولما راح على قرطاجة برع بالدراسة واشتعل قلبه بالحكمة، وكانت أمه عم تتأمل أنه من خلال الدراسة يتعرف على الرب، ولكن هو انحرف مع الشباب ومع هيديك الأيام، وأغوته سيدة أكبر منه فعيش معها حياة مجون وصار عنده خليلات وعشيقات كتار. كانت أمه تنصحه دايما أنه يتخلى عن هالنوع من الحياة، ولكن ما كان يقبل أبدا. وبيقول من بعد توبته: أمي التقية قد تكلمت وصوتها على ما أرى كان صدى صوتك، فلأنها كانت تلح علي بشدة لأعتزل كل أنواع الفجور لم أكن أعيرها أذنا صاغية ولا أكترث بأقوالها لأنها أقوال امرأة بينما هي صادرة من لدنك. يعني لهالدرجة القديس أغسطينوس شاف أنه الرب عم يحكي من خلال أمه، وقال أنه كانت تبكي عليه مثل ما بتبكي الأم المفجوعة على ابن مات بالجسد، وكانت دايما تصلي لأجله. وركضت ورا من بلد لبلد حتى ضل واقفة حده، حتى ضل ترشده لمدة 20 سنة، تخيلوا. وشافت بأحد الأحلام أنه هي واقفة على منصة عالية وفي طفل منور إجا عم بيقول لها: ليش أنت زعلانة؟ قالت له: عم ببكي على نفس ابني يلي رح تروح مني. قال: لا، ابنك رح يوقف معك على ذات المنصة، شوفي وينه واقف حدك. وسنة 382 سافر أغسطينوس على روما حتى يعيش حياة البذخ والغنى، وترك أمه اللي وعدها يخدها معه وكذب عليها وخدعها. وطلب حاكم ميلان أن يروح على روما لأنه اشتهر أغسطينوس بهذيك الأيام. التقى بالقديس أمبروسيوس أسقف ميلان بهذيك الوقت، وأحب أغسطينوس لأنه كان عنده عظات رائعة. وتوسلت أمه لهالقديس أنه يساعده أنه يرجع للحياة. ألا ثقي يا امرأة، إن ابن هذا الدموع لن يهلك. وهيك تاب أغسطينوس بعد الحاح وصلاة دموع كتير 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 زرفتها أمه. وبعد ما تاب تعمد على يد أمبروسيوس يلي هو أسقف ميلان وكان هو مرشد الروحي، ومن بعدها سافر هو وأمه على أفريقيا. هي وبالسفينة قالت له: أنا ما بقى في داعي إني أعيش، أتممت يلي أنا كان بدي تممه وخليتك تتعرف على الرب. وبالفعل بعد 5 أيام من هالقول توفت سنة 387، وكان عمره بس 56 سنة. قديش عينك حتى ماتت هالقد صغيرة. أكيد صلاتها معنا، وعن جد فعلا قصة مؤثرة. رولا منتشكرك، مرسي. إن شاء الله كل الأمهات يتمثلوا فيها ويقدروا يصبروا على أولادهم ليردون على عن طريق الضلال.
رولا خلينا نشوف what happened today، شو الأحداث اللي حصلت مثل هيدا اليوم مع المشاهدين. عام 1923 بتاريخ 4 أيار ذكرى ميلاد الموسيقي والمؤلف اللبناني عاصي الرحباني، علامة فارقة بتاريخ الموسيقى العربية، لشكل مع أخيه منصور الأخوين الرحباني. أسس الرحباني مهرجان بعلبك الدولة عام 1957، كما ألف معا المسرحيات الغنائية استندت معظم على مواضيع وطنية. ساعد عاصي الرحباني بإرساء أسلوب المسرح الموسيقي، حيث تركز إنتاجه الأوبرا والشعر على التاريخ والفولكلور والقضايا الاجتماعية والسياسية. عام 1979 مارغريت تاتشر بتتولى رئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة لتكون أول امرأة بتتولى هالمنصب بالتاريخ، وذلك بعد فوزها على حزب العمال ولقبت بالمرأة الحديدية. رولا بيصادف اليوم أيضا عيد رجال الإطفاء العالمي. بتعرف رجل الإطفاء هو الجندي المجهول بحماية الأرواح وحماية الممتلكات. تحية تقدير لدور العظيم البطولة رولا. الله يحمي الشباب اللي عم يشتغلوا بهذا المجال بلبنان، كمان عندهم حقوق كتير لازم يحصلوا عليها. خلينا أنا خبرك عن ثلاث نصايح قدمها موقع هيلب جايد، يلي بيقول للناس اللي حابين يحافظوا على ذاكرتهم لمدة أطول حتى لو كانوا من المسنين، كيف بيقدروا يحافظوا على نشاط الدماغ. الدماغ بيقدر دايما إذا بدكم يكيف حاله مع كل شيء جديد، في عنده مسارات عصبية تحتاج إلى المرونة. هالمرونة العصبية هي يلي بتخليه دايما فعال وعم يتذكر. كيف بدنا نقدر نحافظ عليه؟ لازم نخلق بشكل دايم مسارات عصبية جديدة، يعني مش بس نتعود على روتين معين لدماغنا، مثلا قراءة شيء معين أو حفظ شيء معين نقوله هو ذاته كل يوم، تنقول صلاة أو غيره، إنما لازم نبتكر إشياء جديدة نخلي دماغنا يتعرف عليها تيخلق مسار عصبي إضافي. كل ما خلقنا مسارات عصبية جديدة كل ما صار الدماغ نشيط، يعني فينا نتعلم لغة جديدة، فينا نستعين بالإنترنت، في كتير أبليكيشنز بتساعد مثل السودوكو، مثل الكلمات المتقاطعة، الأشياء اللي بتشغل الذاكرة بتساعد على المرونة العصبية. ولكن كمان في عنا نصيحتين إضافتين عندنا نصيحة إضافية أولى هي إنه لازم نعمل سبور حتى الأكسجين ينحمل بالدم للدماغ ويقدر يستفيد الدماغ من الغذاء يلي بيحمله له الأكسجين. هي أول شغلة. وتاني شغلة لازم ننام من 7 لـ 9 ساعات، مش بس 7 ساعات، منفكر بس 7 ساعات، 9 ساعات كمان مفيدة حتى الدماغ يرتاح ويرجع يكتسب الطاقة يلي هو بحاجة لها. منشان هيك الباور ناب أو القيلولة بعد الظهر بتكون كمان ضرورية، خاصة للأشخاص يلي بيتعبوا بشغلهم، حتى يرجع يشرج هالدماغ ويبتكر مسارات عصبية إضافية. رولا بتعرف اليوم على الساحة المحلية الفنية منودع بأسا الفنان القدير إلي شويري، اللي لقب بأبو الأناشيد الوطنية بلبنان. بتعرف من بداياته ترجم عشقه لبلده بالأناشيد، ومنعرف معظمهم بكتب اسمك يا بلادي يا أهل الأرض صف العسكر وأيام اللولو. شارك شويري مع الأخوين الرحباني بأكثر من 25 عمل، وعاصر عمالقة الطرب منهم محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ. مشاهدينا خلونا نبقى مع تقرير بنستذكر فيه الراحل العظيم.
نسينا يا زمان صور الماضي واللي كان. مين اللي باعوك بفضة ومين بدم افتدى لبنان؟ المسيح قام، خسارة كبيرة أكيد، وإن شاء الله بتتعمر داره بالملكوت يا كريم. أمين أمين يا رب. رولا ننتقل هلأ للفقرة التالية.